يعني دايما سيرتك الطيبة على كل لسان، ودايما الحمد لما لله. بتيجي سيرتك في أي مكان الناس تتحدث عن إنك راجل دمث الخلق، تتكلم عن أمورك الفنية الرائعة جدا، راجل بتنجح في أي مكان الحمد لله بتبقى موجود فيه. الحمد لله. يمكن أنا زي ما أنا أخدتها من البداية من وأنا في كفر الشيخ على إن أنا رياضي، رياضي يبقى لازم تتميز بكل صفات الرياضي من الناحية الأخلاقية قبل الناحية الفنية. فنية في ناس عظام كتير جدا جدا في الفنيات كتير جدا، فما بالك لما يبقى عندك فنيات ويبقى أخلاقياتك عالية، لأن دايما السيرة الطيبة هي اللي بقى. وده اللي احنا بنشتغلنا عليه، لأن صحيح. كل بيت عندنا من بيوتنا يا أستاذ كريم فيها بتضم ما بين أهلاوي وزملكاوي وإسماعيلاوي وبتاع، فأنت ملك الناس كلها. صحيح. فعلى الأقل لازم الناس كلها تحترمك، حتى لو الناس مش بتشجعك. مظبوط. بس لازم تكسب احترام الناس بأدبك وأخلاقك. صحيح. تعالوا نشوف تقرير الأول عن الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني ونبدأ حوارنا. مهاجم هداف ومدرب مخضرم، عبد الحميد بسيوني اسم لمع بقوة على الساحة الرياضية منذ أن ظهرت موهبته خلال تواجده مع فريق كفر الشيخ بالدرجة الثانية، وأجاد بشكل كبير في مركز رأس الحربة، الأمر الذي ساهم في انتقاله إلى صفوف الزمالك. حجز بسيوني مقعده أساسيا كمهاجم للفريق بتألقه الملفت الذي فرضه مع الأبيض، والذي نتج عنه حصوله على لقب هداف الدوري برصيد 15 هدفا عام 1998، كما حقق أكثر من بطولة مع الفريق على رأسها الدوري المصري وكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس. ومثلما كان مميزا ومؤثرا مع فريقه، أثبت بسيوني تألقه على المستوى الدولي، واستطاع أن يحصل على لقب هداف كأس العالم العسكري عام 2001، كما يمتلك بسيوني رقما تاريخيا بتسجيله 3 أهداف في 117 ثانية مع منتخب مصر أمام ناميبيا بتصفيات كأس العالم 2002، ذلك بالإضافة إلى مشوار ومسيرة مميزة مع الإسماعيلي. واتجه بسيوني بعد الاعتزال إلى مجال التدريب الذي أثبت فيه نجاحا كبيرا، بعدما استطاع أن يقود فريق طلائع الجيش لحصد لقب السوبر المصري على حساب الأهلي الكبير. ولم يقتصر نجاحه على نتائجه مع طلائع الجيش فقط، بل حقق أرقاما مميزة من خلال قيادته لسمو وكذلك غزل المحلة، حتى عاد إلى الطلائع في الموسم الماضي ليساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، ليثبت بسيوني تفوقه وأنه رجل المهام الصعبة والذي يلبي النداء سريعا ويحقق النجاحات في أصعب الظروف. اهلا بحضراتكم مره اخرى. مش من زمان يعني الكابتن عبد الحميد بسيوني اعتزل كره القدم، بس اللي ما حضرش الكابتن عبد الحميد بسيوني كمهاجم رائع جدا، خسر كتير جدا، بس قلنا نجيب شويه اهداف كده تتذكروا بيها الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني. دايما سيره طيبه وعظيمه جدا لله. على مستوى الاداء يا كابتن. اولا انا بشكرك جدا وبشكر فريق اعداد. شكرا. وبشكر استاذ حسام زايد. شكرك. على التقرير المميز ده، وكل الشكر لكل اعضاء البرنامج يعني. شكرا كابتن عبد الحميد.